انطلاقاته سن اللقاية شوطنا 18 ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية الشوط خاص باللقاية القعدان. نسير مع هذه التحديات المميزة، نسير مع هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة. أول الأسماء هنا المفتتح الميداي والإذاعة ميدان من ياتينا مع المركز الأول بشعار هجن أم الزبار، يضم ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني هنا التواجد من دليل لهجن الشحانية، يضم الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث التواجد من الفارس لهجن أم الزبار، يضم عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، والمركز الرابع يتواجد رعد لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي الثاني هنا مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس الشهم لهجن أم الزبار، يضمر سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري من يقدم لنا انطلاقة الشهم مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة التي تحمل لنا هذه الأسماء المميزة والكبيرة. ولكن لنا عودة مع البداية، لنا عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى اللي غير هناك مباشرة إلى صدارة الشوط، دليل مع المركز الأول، مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط بشعار هجن الشحانية، يضمر الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا دليل مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا من يتواجد ميدان لهجن أم الزبار، يضمر ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الثاني والمركز الثالث. التواجد والحضور من الفارس لهجن أم الزبار بقيادة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري من يقدم لنا انطلاقة الفارس مع المركز الرابع والمركز الخامس. هنا التواجد من رعد لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي الثاني هنا القادم والمنطلق مع المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع والمركز الخامس. القدوم والوصول في هذه اللحظات من عنيد لهجن أم الزبار، يضم سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات ويحمل لنا هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. ولكن لنا عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، يا سلام، إلى هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، دليل هنا مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط بشعار هجن الشحانية، يضمر الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم دليل مع المركز الأول، هو من يقود الأسماء والتحديات الأولى مع البداية مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا أتابع التقدم من رعد القادم بشعار سعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي الثاني، هنا من يقدم لنا انطلاقة رعد مع المركز الثاني. المركز الثالث ميدان القادم بشعار هجن أم الزبار، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابع في عملية التضمير مع المركز الثالث والمركز الرابع. يتواجد الفارس بشعار هجن أم الزبار، يأتي هنا أيضا عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري مقدما لنا انطلاقة الفارس مع المركز الرابع. وخامس الأسماء الرهامي من يصل في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك من يتابع في عملية التضمير مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية، الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة التي تحمل لنا هذه الأسماء وتحمل لنا هذه الانطلاقة وهذه الشعارات الكبيرة في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن اللقاية وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. مشاهدين الكرام، العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، دليل هنا مع البداية لا يزال هو القائد لهذه التحديات المميزة بشعار هجن الشحانية، يضمر الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا دليل مع المركز الأول. المركز الثاني يتواجد في هذه اللحظات من ميمنة الميدان من ينطلق رعد لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي الثاني القادم والمنطلق مع ثاني التحديات، المركز الثالث
هنا ميدان القادم بشعار هجر من الزبار يضمن ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابع لنا ميدان مع المركز الثالث المركز الرابع. هنا الحضور من الفارس لهجر من الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري من يتابع لنا انطلاقة الفارس المركز الخامس. التواجد والحضور في هذه اللحظات اللي وصل شديد لهجر من الزبار يضمن حمد بن محمد بن جرحب المري يقدم شديد مع المركز الخامس في هذه اللحظات من ينطلق مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى ولكن العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول. أجواء الكيلو متر الأخير ثلاثية مع صدارة ثلاثية مميزة هنا بمشاهدين الكرام بقيادة رعد اللي غير من ميمنة الميدان في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي آل ثاني يقدم رعد. ولكن يا سلام شوف هنا ميدان بدأ يتسلل في هذه اللحظات بشعار هجر من الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم ميدان بتحدياته المميزة والكبيرة. المركز الثالث يتواجد هنا دليل لهجن الشحانية يضمن الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع الفارس لهجن من الزبار يضمن عبد الله بن سلامة الهاجري ولكن العودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل هنا ميدان مع الصدارة مع المركز الأول يقود الأسماء والتحديات الأولى يحقق الناموس في هذه اللحظات. هنا مع المركز الأول بشعار هجر من الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم ميدان ولكن رعد من الجانب الآخر يشكل الخطورة بشعار سعادة الشيخ علي بن خليفة بن سعود آل ثاني مع المركز الثاني. ولكن ميدان مع الصدارة على أرضية هذا الميدان يحقق الناموس والانتصار يحمل الرقم واحد. تهانينا لهجن من الزبار تهانينا للمرعب الصغير ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يقدم لنا ميدان. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول من رعد لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي آل ثاني. المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام من دليل لهجن الشحانية ضمن الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الرابع وصل الفارس لهجن من الزبار ضمن عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. والمركز الخامس جديد لهجن من الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب المري. تابعنا هذا الشوط ولكن كان الحضور المميز من ميدان يحمل الرقم واحد وهو من خطب الناموس والانتصار مهديا هجن من الزبار هذا الناموس والانتصار قاطعا مسافة الخمسة كيلومترات في زمن وقدر 7 دقائق 45 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن من الزبار تهانينا لمن قاد ميدان ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول من رعد من وصل مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني توقيت الزمني 7 دقائق 47 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا متابعينا الأعزاء من دليل لهجن الشحانية 7 دقائق 51 69 79 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري.